السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل التقني. إن شاء الله النهاردة هنقول لكم على كود إلغاء جميع العروض لشبكة اتصالات، لأن الكود اللي هو كنا احنا شرحناه في فيديو قبل كده اللي هو نجمة 166 شباك ما بيلغيش العروض بتاع المسابقات. يعني أنت لو مشترك في أي عرض من عروض المسابقات بتاع شبكة اتصالات وجاي تطلب الكود اللي هو نجمة 166 شباك، يقول لك اللي انت مش مشترك في اي خدمة مسابقات، او يقول لك اللي انت مش مشترك في اي عروض، تمام؟ فان شاء الله النهاردة هنقول لكم على الكود اللي هتلغي بيه اي عرض بتاع مسابقات من شبكة اتصالات، تمام؟ طيب بس قبل ما نقول لكم على الكود دوت برضك هنكتب لكم الكود اللي هو نجمة 166 شباك عشان نشوف إن كنت مشترك في عروض ولا لأ، تمام؟ طيب هنطلب الكود اهوت اللي هو نجمة 166 شباك، تمام؟ طيب بعد كده هضغط على اتصال بالشكل ده. هنا بيقول لي لإلغاء أو إذا كنت مشترك في أي خدمة هتختار رقم 3 اللي هي إلغاء. طيب أنا هضغط على رقم 3 بالشكل ده واضغط على ارسال عشان اشوف انا مشترك في اي خدمه او اي عرض ولا لا، تمام؟ طيب هضغط على ارسال بالشكل ده. بيقول لي هنا اهوت لم يسبق ان اشتركت في اي خدمه مسبقا، تمام؟ يعني هو كده بيقول لي ان انت كده مش مشترك في اي خدمه. هو الكود اللي هو بتاع نجمه 166 شباك ده بيلغي برضه عروض وخدمات، بس في عروض المسابقات ما بيلغيهاش، تمام؟ طيب هنكتب بقى الكود اللي هو هيلغي لنا جميع العروض بتاع المسابقات اللي هي من شبكة اتصالات، والكود هيبقى نجمة 211 شباك. وبعد كده هضغط على اتصال بالشكل ده. هنا بيقول لي رقم 1 لو انت عايز تشترك في اي خدمة، رقم 2 الخدمات، تمام؟ الخدمات اللي انا مشترك فيها. طيب هضغط رقم 2 كده وهنشوف، وبعد كده هضغط على ارسال. لو نلاحظ بيقول لي هنا هو رقم 1 الغاء كلمه بالمصري، 2 الغاء الليدر. طبعا رقم 1 ورقم 2 ديت خدمه مسابقات انا اشتركت فيها، فهو هنا بيقول هو رقم 3 الغاء كل المسابقات. وطبعا لو نلاحظ اما جينا كتبنا الكود الاولاني اللي هو نجمه 166 شباك قال لي اللي انت مش مشترك في اي عروض ولا اي حاجه، انما ما كتبت نجمه 211 شباك قال لي هنا هو اللي انت مشترك في كلمة بالمصري والغاء الليدر. طبعا رقم 1 ورقم 2 ديت عروض مسابقات، تمام؟ طيب هضغط بقى رقم 3 اللي هو الغاء كل المسابقات وهنشوف. اديني كده كتبت رقم 3 وبعد كده هضغط على ارسال. هيقول لي طلبكم قيد التنفيذ، اضغط موافق وهننتظر رسالة هتجيلنا بالغاء الاشتراك في عروض المسابقات. طيب هنشوف الرساله هجت اهيت مكتوب فيها جالي رسالتين وكده الرساله وصلت ومكتوب فيها اهيت الغيت اشتراكك بنجاح من كلمه بالمصري، كان عندك فرصه مش عارف ايه وكده، يبقى احنا لغينا الاشتراك في عروض المسابقات من شبكه اتصالات. طيب هنكتب الكود تاني كده عشان نشوف عروض المسابقات اتلغت ولا لا. هنكتب الكود اهوت نجمه 211 شباك، وبعد كده هضغط على اتصال بالشكل ده. ونلاحظ ان هو هنا بيقول لي برضك رقم 1 لو انت عايز تشترك في اي خدمه، رقم 2 الخدمات، يعني الخدمات اللي انا مشترك فيها، تمام؟ طيب هضغط رقم 2 كده وهنشوف. كده كتبت رقم 2، بعد كده هضغط على ارسال. وزي ما احنا شايفين بيقول لي عفوا انت غير مشترك في هذه الخدمه، تمام؟ بقى اني كده لغيت الاشتراك في عروض المسابقات. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وإذا عجبك الفيديو اضغط لايك وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان تشجعونا اللي احنا نعمل لكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.